هذا المؤتمر راح يعرف مشاركة خبراء من كل الوطن، من أكثر من 40 جامعة جزائرية. يكون هناك مشاركة أكثر من 6 دول أجنبية، دونك راح يكون فيه تشارك للتجارب العلمية بين الدول وبين المخابر العلمية. دونك المحاور الرئيسية لهذا الملتقى، هو المحور الأساسي الأول اللي هو محور الشعب الغذائية في الجزائر، الشعب الاستراتيجية الغذائية في الجزائر. دونك هاد الشعب اللي راهي محط اهتمام لكل السياسات وخصوصا سياسة رئيس الجمهورية لتطوير هاد الشعب، اللي هي شعبة الحليب، شعبة الحبوب، شعبة البقوليات. المؤتمر المهم جدا جدا في الوقت الحالي، لأن العالم كله يعني عنده مشاكل ضخمة في موضوع الأمن الغذائي. يمكن المداخلة بتاعتي هتكون عن التمور العربية اللي بتمثل 85% من حجم إنتاج التمور في العالم، واللي منظمة الفاو أعلنت إن هي هتكون المحرك الأساسي أو هتكون العامل الأساسي في سد الفجوة الغذائية في العالم سنة 2050. أنا جد سعيد بمشاركتي في هذا المؤتمر. موضوع المؤتمر جد مهم، من بين المواضيع التي طرحت للنقاش المنتجات الغذائية الموجهة للتغذية الحيوانية من حيث النوعية والجودة.